بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم، مرحبا بكم يا الأحبة إلى الحلقة 16 من برنامج أفاضل وفضليات. لله سبحانه وتعالى فضل كبير على ليبيا، من ضمن هذا الفضل أن حباها بناس أفاضل وفضليات على مر العصور من كل مكان من ليبيا، من المدينة، من القرية، من الجبل، من الصحراء، من جانب البحر، قدموا الكثير. أترحم على من رحل منهم، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجازيهم عنا كل خير، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمر الأحياء منهم وأن يشفي المريض منهم. لهم الفضل بعد سبحانه وتعالى على ليبيا. من ضمن هؤلاء الأفاضل القراء، القراء الليبيين لهم الفضل في كثير من التلاوات الزكية العطرة المباركة. لتناول هذا الموضوع يصاحبني ويمد لي يد العون ويساعدني ويعينني الأستاذ عبد السلام بن سعيد، من النخب المهتمة بالتراث وبدراسات التاريخية، وكذلك فيما يتعلق بالتراث الجانب السمعي والصوتي وهكذا. أستاذ عبد السلام مرحبا، أنسنا وشكر لك تلبية الدعوة. رب يحفظك، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقك ويوفقني لتقديم ما يمكن يقال عنا تسليط الضوء عن هؤلاء الأفاضل. أنسنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فرصة طيبة سيد أحمد، شرف لنا. مشكور على هالاستضافة الجميلة، شرف لنا، وأيضا مشكور على هالبرنامج الجميل الهادف حقيقة تقال إن شاء الله. والقناة أيضا لها الشكر الجزيل على مثل هذه البرامج الهادفة المهمة التي فعلا يعني تهم شبابنا وتهم مجتمعنا بالدرجة الأولى، وتربطهم بعلمائهم وأعلامهم، لأن هذا شيء مهم جدا جدا في المجتمعات. فلكم الشكر، وأنا تابعت الكثير من الحلقات هذه، حتى الحلقات تاع الشيخ لامين قنيوة، وأيضا الأستاذ القصبي، وأيضا المذيعة المتألقة عايدة الكبتي. يعني أشياء جميلة جدا، بارك الله فيكم، التوفيق إلا بالله. يعني والشباب طبعا هو جهد مشترك، ربي يبارك فيهم جميعا جميعا، بارك الله فيك. يعني تقدموا في شيء جميل، بارك الله فيك. شيخنا حديث اليوم أو موضوع اليوم الأفاضل القراء، وأنت بحكم أن الله سبحانه وتعالى حباك بذاكرة طيبة جدا، وكذلك كانت عندك فرص كثيرة أنك أنت نقولوا إحنا يعني عشرتهم وخلطتهم، ويعني وليكن قدمت معهم كثير من الأعمال المتنوعة، سواء في الأذكار ولا المدائح ولا غيره وغيره، وكذلك مع القراء، قراء القرآن الكريم. فياريت تتحفنا بكلمة، تتحفنا عن هؤلاء الأفاضل وسيرتهم، وترجمة ولو بسيط. احنا اليوم حنتناولوا اثنين كنموذج، اتفقت إياك، حنتناولوا نموذجين إن شاء الله، لكن نبغى نسمع منك في العموم. أولا أستاذ أحمد، من فضل الله سبحانه وتعالى أن بلادنا ليبيا دخلها الإسلام في عهد الخلافة الراشدة. نعم صحيح، في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهي بلد الصحابة. صحيح، الفاتح لها سيدنا عمرو بن العاص. صحيح، وموسى بن نصير وعقبة بن نافع. فهذا شيء جميل، ولا غروة أنك أنت ترى فيها المآذن والقباب والمساجد الأنيقة والكتاتيب التي على النمط القديم، والمدارس والزوايا والمعابد. فبالتأكيد يعني إدارة هذه الأماكن الجميلة هذه بسادة علماء، لأن احنا بنتناول أعلام وعلماء، يعني صحيح، نعم، ومعالم وعلماء. فلما تتحدث يعني أنت على القراء وتتحدث على المؤذنين، فهمت؟ نعم، هذا شيء جميل جدا، وموضوع راه كبير طبعا، ربما نقول لك الحق أكبر حتى من حجم الحق يقال يعني. نعم، ولكن شاءت الأقدار أني من مواليد المدينة القديمة، وحتى دراستي يعني سواء الابتدائية والإعدادية والثانوية كانت فيها، وعشت في كتاتيبها وزواياها وتحت قبابها، فهمت؟ وكان الإدارة لهالمواقع هذه سادة أجلاء الحقيقة تقال. نعم، أنت لو غير تحدثنا مثلا، خلينا هكي غير في مدينة قديمة بس،
وحسب ما صادر عليه موسوعة المساجد اللي صادر عليه مصلحة الأثار أن داخل السور بس في 36 جامعة. صحيح. داخل المدينة القديمة. نعم. 36 جامعة. رقعة جغرافية صغيرة. إيه 36 جامعة. نعم. ثم بعدين لو توسعنا أكثر بتضم لها حتى جامعة الشنشان اللي بحنا مصر فيبي. نعم. وتضم لها جامعة السنوسية وتضم لها جامعة بورقيبة. نعم. وجامعة الشهاوي. يعني ما احنا تصل فوق ال 40 جامعة. طبيعي. فهمت. لكن داخل السور. هذا نعم. داخل السور. نعم. بس. نعم. لكن 36 نعم. جامعة. نعم. فطبعا هالمساجد هذه فيها خطباء وفيها مقرئين. نعم. وفيها وعاظ ومؤذنين. مؤذنين. مؤذنين. إيه صحيح. نعم. مؤذنين. نعم. لما نقول مؤذنين. نعم. يعني انت هل يعني هذا موضوع مهم جدا ونقف عنده يعني ما دام احنا. صحيح. المؤذنين تعرف اني اذكر ان في الوقفيه بتاع جامعه احمد باشا كانوا المؤذنين اربعه مؤذنين معينين في الاوقاف، واذكر منهم كان الشيخ لمين التومي والشيخ عبد القادر الجزيري وخليفة الفرجاني. نعم. اللي هو نوري كمال. نوري كمال. نعم. والحاج محمد بعيو. نعم. كانوا أربعة مؤذنين. نعم. في جمعوا بين قراءة القرآن وبين الفن. لا خلينا هذا في الأذان. نعم. ما زمان. نعم. كان المؤذن يعين تعيين طبعا، وفي شروط لشروط جمال الصوت وكذا بالتأكيد. نعم. ومعرفة الأذان فيما يتعلق ب بعدين في نقطة حنقولها لك حضرتك، تفضل دكتور. الأذان في طرابلس كان، خلينا نحكي هيك، لما يرتفع الأذان في مدينة طرابلس تحبس الأنفاس. نعم. جميل. كل شيء يصمت. جميل. لأن أصوات ندية ترتفع. جميل. أصوات جميلة جدا. وهنا يا باش عدة قصص موجود في الجانب هذا. نعم. كانوا ينتقوا من هو المؤذن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم واضح دع بلالا فإنه. نعم. أندى صوتا. جميل جميل. مش كل حد يدن طبعا. ولهذا هنا في قصة، وهذه حكي لها لي من أثق فيه، لا هو واحد لا هو اثنين، ويخي قال لي هذه حتى الوثيقة متاعها موجودة يا في السرايا في المركز الجهاد، أن الشيخ رحمة الله عليه علي الخضر رحمة الله عليه اتقدم بطلب للمحكمة الشرعية آنذاك، هي يعني باش تجيزة في الأذان يبي وظيفة. نعم. مؤذن. نعم. يبي وظيفة مؤذن. نعم. فطبعا اخضع لامتحان تحريري وامتحان شفوي. نعم نعم استمر. فبعد ما نجح في الامتحان التحريري وقف في ساحة المحكمة، وكانت في قوس الصراري المحكمة الشعبية المحكمة الشرعية. نعم. وكان قاضي قضاة طرابلس. نعم. محمود بورخيس المولود سنة 1877. نعم. ومتوفي سنة 1953 رحمة الله عليه. بعد ما نجح في الامتحان التحريري قال له ارفع الأذان. ايه؟ بيسمع مخارج الحروف. نعم. والمدود، وبيسمع الصوت الجميل، ارفع الأذان. وكان صوته جميل، هو قاري في نفس الوقت. شين كتب له عليه الطلب؟ هذا وقد أجازك شرع الله أن تكون مؤذنا. جميل جميل جميل. شيخنا سبحان الله، أنت قلت أشياء جميلة، وبإذن الله ستبحر بنا إن شاء الله في أوقات مباركة نتناول سيرة هؤلاء الأفاضل فعلا. بس حضرتك ذكرت جملة في غاية الأهمية، قلت إن الوقت ما يسمحش تناول هؤلاء الأفاضل، فعلا الوقت ما يسمحش. بس أنت قلت وأنا غير يعني بالمعنى العامي غير قدها، بالعكس حضرتك ربي يحفظك وشكر لك الحضور. على الأذان إحنا بإذن الله فيما بعد حنعرض تسجيل صوتي لأذان لأجمل يعني الصوت اللي هو الشيخ يوسف نصير، أطال الله في عمره وشفاه سبحانه وتعالى، حنتناوله بعدين. بس لو تسمح لي نقول نقطة ونبي المفهوم الصحيح للأذان. الآن الملاحظ مؤخرا في السنوات الأخيرة أن الأذان يستعجلوا فيه في الأداء كاختصار للوقت. واحد خددية بدت مع الإذاعات خصوصا مع التلفزيون، لأن الأذان أصله زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نسيت الحديث لكن ما معناه الأذان يأخذ وقته والإقامة سريعة وهكذا، راح توجيني الحديث إن شاء الله. فهذه أعتقد مشكلة هي الآن، مش مسألة الصوت غير جميل، وإنما كذلك الإسراع ولا التسريع ولا أذان سريع، هذه أعتقد مخالفة شرعية شيخنا. لا طبعا. نعم. الأذان لضوابط. نعم.
وتعتريه الأحكام الخمس ترى. نعم. مرات حرام ومرات مباح ومرات مندوب ومرات مكروه، والسادة الفقهاء يعرفوا الأمور هذه. جميل. لكن أنا اسمح لي، ليش هذا؟ لأن احنا نقول لك الحق من التسجيلات الجميلة للمؤذنين بتاعنا. لو جيل القاهرة تسمع الأذان لعبد الباسط، وتسمع لمصطفى إسماعيل، وتسمع لمحمد رفعت، لو جيلي لدعات متاع في المغرب العربي تسمع. احنا ابدا ما عادش تسمع. صحيح. في أذان للشيخ يوسف نصير، في أذان للامين قنيوة، في أذان للشيخ لمين التومي، في أذان للشيخ محمد بوسنينة، في أذان للشيخ أنور الحراتي، في أذان للشيخ لطفي النطاع، للشيخ محمد المصباحي، في أذان للشيخ لمين التومي، في أذان، يعني كل هؤلاء السادة متقنين. نعم. وهذا يعني يتعلموا منهم كيفية الأذان. نعم. وهذا أيد اللي حكيته لك، لأن أذانهم في نظر أصحاب القنوات والراديو أنه هو طويل، لأن أنت أدرى الثانية الواحدة لها قيمة عند جماعة التلفزيون والراديو، فبالتالي مشوا للأذان السريع المتسارع كسبا فيما هم يشوفوا وقت، وبالتالي ضيعوه. فوافق حضرتك، سبحان الله. حنسمع بعدين يعني إن شاء الله. أستاذ أحمد، يعني هل في لا إله إلا الله محمد رسول الله، وحي على الصلاة وحي على الفلاح، يعني لا نصبر على دقيقتين أو ثلاثة يا أخي. نعم. المشكلة أستاذي إن حتى المساجد الآن، خلينا نقول الجيل الجديد من المؤذنين، حتى هو في سرعة وتسارع لو تلاحظ. وهذه مخالفة، هذه قد يعني لو انتشرت، وأعتقد في سبيلها أن تنتشر، أعتقد مخالفة. أستاذي، نتحدث على الشخصيات هؤلاء الأفاضل، الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بذاكرة طيبة جدا. حنستعرض فيما بعد شريط أو فيديو يضم مجموعة من الصور، نبي من حضرتك أن تتعلق عليها، على الشخصيات والأماكن، هذا وين وهذا كذا، فيلا نشوفه مع بعض إن شاء الله. والله قبل ما نبدو كذا، ما أي صورة قدامي هنا يعني. نعم. هذا راه الشيخ المصري بالحج. نعم. الشيخ المصري بالحاج هذا من خيرة القراء، وعنده تسجيلات في الإذاعة. نعم. عنده تسجيلات في الإذاعة، ومن أجمل الأصوات، وكان مؤذن وكان إمام لجامع بن صوان في كشت الصفار. أنا حبيت أن أعلق على الصورة. نعم. وبالمناسبة احنا وضعنا هذه الصورة ليس تحديدا أنه هو ما تنفرض شخصية الحلقة، وإنما غلنا فيها اللقطة متاع أنه هو يؤذن. والله وهكذا كان في يعني فعلا القراء تاعنا يعني. نعم. حتى فكرتني في نقطه في غايه الاهميه، لما ندير في تجميع للمواد، خلينا نقول مثلا تحضير للحلقه وحتى من قبلها، يعني في نقص كبير جدا حاد للصور الشخصيه لهؤلاء الافاضل، يعني لدرجه مزعجه، لدرجه انك انت بتتصل باهلهم ولا اقاربهم ولا معارفهم ما عندك الصوره كذا. ونعطيك مثال، الشخصية الكبيرة اللي حنتناوله بعدين إن شاء الله، ربي يطيل في عمره ويشفيه، المقرئ القاري يوسف نصير. تصور في صورة واحدة فقط في الإنترنت، لدرجة اتصلت بالأسرة، اتصلت بخالد ربي يحفظه ويسعده، ومدنا بصورة وعلى شكل كثير وكثير من هؤلاء، يعني هذه مشكلة. وهذا جهد تشكرون عليه. لا فعلاً، فضل الله. فعلا الحقيقة تقال، علامنا هؤلاء لازم البحث والتنقيب في سيرهم بصراحة. وراهم من يعني ذكر مآثر ميت فكأنما أحياه. جميل. وهؤلاء راهم تركوا أثر طيب. نعم. رحم الله أمير الشعراء يقول: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. جميل. فاختر لنفسك ذكرى بعد موتها، فالذكرى للإنسان عمر ثاني. جميل جميل. حقيقة. نعم. لازم نكونوا أوفياء لهالناس هذا، ومن خلال هالبرنامج هذا. ربي فعلا يعني. برك شيخنا دعوة نحن نستعرض معا هذه الصور، وأطلب تعليق حضرتك عليها إن شاء الله. الشيخ أحمد القريو. نعم. الشيخ القريو 2017. نعم. في الأستاذ عباس القاضي. نعم. الشيخ محمد بوسنينة رحمة الله عليه. الشيخ محمد بوسنينة من مزايا الرجل هدايا، هذا أول من سجل ختمة كاملة برواية قالون عن نافع المدني في العالم الإسلامي. نعم. كانت جميل. كل معظم الروايات يعني رواية حفظ. نعم. الشيخ لمين قنيوة ناولناه في حلقة سابقة. إيه لا لا، الشيخ لمين غني عن التعريف. نعم. متعدد الأعضاء حتى هو. نعم. كان إيه في الرياضة، في الفنون، المدائح، وفي الشيء. نعم.
هذا الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمة الله عليه. هذه في قراءات كانت في القصر. نعم. إيه. قصر خلد. إيه صحيح. وقرئ حتى في شيخنا هي كانت رمضان بس صحيح ولا؟ في رمضان بس لا في رمضان. كم سنة لو تتذكر يعني؟ والله في الستينيات هذه. نعم. في الستينيات هذه. نعم. قصدي لو تتذكر مثلا كم سنة جونا متوالية بمعنى 5-6 سنوات هو مثلا. لا لا قعدوا يعني فوق من 10 سنين. لا 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 نعم في نعم فترة. يعني زي ما أقول هم يتسمى من الجيل الثاني. إيه صح الشيخ الدكالي العالم. نعم. إيه هؤلاء كلهم راوا عندهم تسجيلات ختمة. نعم كاملة. نعم يعني. نعم. وما تنسمعش فيها. إيه لنا هنا ما نسمعوش في ولا حيجي. نعم. الحديث إن شاء الله حنتحدث. نقدر نقول وجود إذاعة قرآن كريم واحدة أو حتى ممكن اثنين. هذه تسمع طبعا ما شاء الله يعني الشيخ المنشاوي والقصري. نعم. والشيخ يوسف نصير أني تحت بالجرد ثاني واحد من يمين الشاشة. وكذلك هذه برضه حطيها في القصر شيخنا ولا؟ تقريبا والله. نعم. من الغريب الشيخ. نعم. هذه يعني عن قصد درتها شيخنا وحكيت لك عليها لان اثناء تسجيل للمشاهير القراء المصريين اللي هم طب هو في كتاب ليبي اللي وضعه الاستاذ صالح ابو زيد السنوسي. نعم. الكتاب اسمه تشنيف الاذان بنوادر اهل القران. هذاك طبعا خذيت منه معلومات كثيره واستغربت انه الان غير موجود في الاسواق او خلينا نقول في المكتبات. ذكر فيه الاوائل. خلي الحديث لحضرتك استاذنا. هذه نفسها يعني دي في القصر هذه. نعم طبعا هي كان في حتى الشيخ الطبلاوي في الشيخ. نعم. محمود خليل الحصري وكان يلتحق به الشيخ محمود عبد الحكم حتى هو هذا الشيخ محمد الزريك هذا امام وخطيب جامع الناقة قبلها كان خطيب في جامع سيدي سالم المدينة القديمة وكان حتى شاد إدارة التعليم في وزارة التعليم. نعم. الشيخ رمضان مهلهل هذا من تخرجوا عليه هذه الكثيرين في نفس عيلة مهلهل اللي فيهم الشيخ هي والد الشيخ عبد اللطيف مهلهل. آه والده. هي والده هدايا. أجمل تحية شيخ عبد اللطيف. أيه. لبقية الأسرة. هذا الشيخ هذه الصورة جميلة جدا. هذه صورتك أنت غادي ولا مش أنت؟ إيه والله أنا معاه. فاجأتك بها ولا؟ صحيح هذه الشيخ صورتك أيوه الشيخ علي الغرياني. علي الغرياني اللي هو يعد الغرياني. أيوة. يعد شنو بالنسبة للشيخ إيه صالح؟ وكان خليها الصورة شوية هيك. لا هو إيه وهذه طبعا عن قصد انها لان هذا المسجد اللي انا شخصيا زمان هذا جامع سيدي حمود. نعم ابوي رحمه الله عليه كان يرفع فيه نسمع تلاوات الشيخ عمر الجنزوري. نعم. العلامه الشيخ عمر الجنزوري. نعم. نعم. والله العظيم راح نذكر في الاسماء لكن هؤلاء يروحوا كل واحد حلقه شيخنا. ولا نعم كل واحد جدير بحلقه او اكثر من حلقه. نعم. الشيخ عمر الجنزوري هذا ما شوف هو نعم هو كل هذا الشيخ محمود المسلاتي. نعم هذا حتى دروسه كانت كلها في التفسير في مدرسة في جامعة أحمد. نعم باشا. نعم. وكان درسه بعد صلاة العصر يوم الجمعة وفي رمضان بعد صلاة العشاء. نعم هو أنت لو لاحظت وهذا الشيخ علي سيالة. آه هذا المربي. نعم. الفاضل صديق يعني الشيخ علي سيالة دائما لما يذكر اسمه يقترن بحاجة اسمها المربي. صحيح المربي الشيخ علي حتى سيالة حتى عنده نظم تربوية كثيرة. بالتأكيد. نعم. نعم. هذه يعني فاجأتك بها هذه اللي كنت السنه هذه السنه هذه والله فاجأتك بها شيخنا. ايه صحيح طبعا هذه في شو تقول انتم جامع الناقه جامع المولد فاجأتك بها مفاجأة اعتبرها هديه الحلقه بارك هيك. الله فيكم. نعم وفي الافاضل اللي حولك كذلك الله هذا. نعم. الشيخ الدكتور عز الدين الغرياني كان امين الافتاء دار الافتاء. نعم هذا وعنده حتى كتب مؤلفات ورجل عالم وكان واعظ في جامعه الناقة. هذا الشيخ علي بن عبد الله من القدم من هذا دائما هو الشيخ المصري. نعم. اللي صورته هنا موجودة وكان يسكن في زنقة المجروح الشيخ علي بن عبد الله. الشيخ يوسف نصير الله يمسيه بالخير. نعم. وربي يعطيه الصحة والعافية ندعو له بالشفاء من الأصوات الجميلة. نعم. والأذان. نعم. متاعها مميز. نعم والله أذانه مميز موجود حتى في فيلم الرسالة صحيح شيخنا المصطفى العقار. نعم. في نهاية فيلم. نعم. الرسالة هذا الشيخ أحمد القريوي. نعم حنشوفه له بإذن الله التسجيل. أنت لاحظ في فيلم الرسالة بالإضافة للمؤذنين المصريين الشيخ مصطفى إسماعيل وعبد الباسط مصطفى العقاد حط معاهم أذان الشيخ لمين التومي وحط أذان لمين قنيوة ويوسف نصير يعني نعم. نعم على أساس أنه. نعم. أذانات متقنة. نعم. يعني لو نعددهم في فيلم الرسالة في نهاية الفيلم
عندنا من الليبيين كمقرين ولا مثل اللي يرفعوا ايه لامين جنيوه ولامين جنيوه ولامين ويوسف نصير واظن حتى محمد بوسنانه إيه لان في تنوع وداي نعم ده تنوع في الاداء نعم. معاهم طبعا مصطفى اسماعيل ومعاهم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد نعم فشيء جميله والله نعم. شيء جميله هذه لكن قلت لك الا هذا كل اسم يعني يحتاج صحيح. مش نعم. حلقه حلقات نعم. يعني لأن سادة فاضل والله العظيم نعم نعم حاشوا فعلا من أجل نعم الشريعة نعم الغراء نعم من أجل الوطن نعم ومن أجل يعني تربية جيل نعم هو هذا نفسه برنامجكم مشروع لطلبة العلم ربي يحفظك إن شاء الله يعني الله لطلبة العلم لما نعم يعني تحدثوا على شخصية معينة نعم هي تعد رسالة نعم ماجستير نعم رسالة دقيقة الدكتوراه نعم أشياء جميلة يعني ربي يحفظك شيخنا عودة لموضوع القراء ففيهم اللي الله سبحانه وتعالى سخر له أن يسجل ختمة كاملة وفيهم اللي عنده تسجيلات بسيطة متنوعة وفيهم اللي ما عندهش تسجيلات فيما سمعت فبقت في الذاكرة يعني وتنتهي مع ذاكرة هؤلاء اللي بيموتوا فهل نقدر نقول أن مثلا وجود الراديو أو وجود التسجيلات الصوتية كانت عامل مهم يعني إحنا نأخذ مثال للجيل الثاني من المقرئين المصريين اللي هو الحصري والمشاوي وغيره مقارنة بالجيل الأول محمد رفعت وغيره تسجيلات الجيل الثاني اللي احنا وصلتنا الآن فعلا قوية وجدا تثبت لنا عمالقة في الأسماء كذلك الحال مع القراء الليبيين في كل ربع ليبيا احنا لو تناولنا الآن هؤلاء الأفاضل من داخل طرابلس نظرا لنا زي ما نقول مثلا حضرتك أنت هذا من خلط يعني لكن تبقى المدن الليبية زاخرة بكثير من هؤلاء نعم هو ما خليني مرة مرة القصص تعجبني حتى اللقاء لما تظل في قصص نعم يعني نقول لك يعني تتري نعم الحديث نعم أن أحكي لك وأحكيها لي هذا يا من أثق به ورحمة الله عليه الحاج مختار حدود رحمة الله عليه بشوف أنت يعني كان فيه مقري ومؤذن في جامعة سيدي حمودة اسمه الشيخ مصطفى السوسي هذا الشيخ مصطفى السوسي من القراء ومن خيرة المؤذنين في مدينة طرابلس قالوا قاعد مزين احنا في قهوة بتاع كوفيا كوميرش ويرفع الأذان صلاة المغرب كانوا فيها ذاك التو أساتذة يدرسوا في مدرسة طرابلس الثانوية مصريين بمجرد ما ارتفع الأذان من صوت الشيخ مصطفى السوسي حطوا كل شيء سبحان الله ايه ده نعم نعم ايه ده بالضبط مصطفى صحيح. اسماعيل طه الفشني ايه نعم ده نعم زي قال جيل. بعدين لما طلع صلينا المغرب طلع قلت لهم يا أساتذة هو اللي فعل ذلك جاء قال جو قبل وراثه وقبل يا مولانا يا الله يا الله نعم عندنا اقامات يعني ونحن نتحدث عن الاذان شو رايك نسمع اذان للشيخ يوسف نصير اطال الله في عمره لكن مش الاذان المتداول في الإذاعة المسجلة قديما وانما هو اذان سجله مؤخرا في جامع باقي طبعا عند أذان جميل هو مسجله نعم في مقام الرصد نعم والله نعم جميل نعم نعم والله حرام هذا يقول يقعد حبيس يعني الأدراج نعم هذه المشكلة ما حكيت لك شيخنا رأي مسألة إيش إن الأذان للأفاضل بال يعني خلينا نقول بالتوقيت الأول وفق ما هو مطلوب في السنة الآن خش عليه الأذان السريع المتسارع نظرا للقنوات وبالتالي حتى نشوف بعض نستمع الأذان سيدي استمع
جمال الصوت والأداء، وهذا راه متقدم في السنة. نعم على الأذان. نعم اللي سجله في الإذاعة. نعم في جميل. نعم يعني لو تسمع الأذان الأصلي يلا. والله العظيم في جوابات يعني يعني ما اعتقدش الكثيرين. نعم ممكن. نعم نعم للأسف مدرسة والله. نعم شيخ يوسف نصير مدرسة. نعم قاعد حبيس التسجيلات في الإذاعة، فمعقولة سبحان الله هذا المفروض ننتقلوا له. نعم ونسجلوا منه. نعم الحديث. نعم لكن قال هو بالمناسبة أتمنيت أن احنا ناخذ معاه كلمة، لكن ظروف الصحية يعني علم. ايش رايك الآن نستمع لتلاوة للشيخ يوسف نصير؟ يا سلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا تمنيت ان يفاجئنا السيد المخرج، فاجئنا هيك ويسلط عليك الكاميرا وتاتر اللي شفتك انت رايح جميعا حتى بالله يعلق على هذا الجمال مزامير داوود. يعني نقول لك الحق يعني والله تاثرت، يعني تاثرت بالغ التاثر ان تلاوات مثل هذه تقعد تحفه والله العظيم. نعم الله. نعم نعم شفت بالله عليك تو. نعم الفنيين يعرفوا يعني هتشوف. نعم التلاوه دي في مقام الحجاز يعني فهمت. ربي يطول في عمر يعني الشيخ صراحة يعني. نعم أشياء جميلة القرار. نعم الجواب. نعم الأداء الإتقان أشياء جميلة جميلة. هو أحد طلبة الشيخ مختار حرية. نعم صحيح أحد صحيح طلبة الشيخ مختار حرية. نعم رفقة الشيخ الأمين القنيوة ورفقة. نعم نعم الأستاذ محمد تركي المذيع فهمت. نعم ورفقة الشيخ محمد بوسنينة. نعم ورفقة الشيخ أحمد القريو. نعم يراه أشياء جميلة. نعم جدا. قبل لا نمشي إلى القراءة الثانية للشيخ الفاضل أحمد قريب، ذكرت المذيع محمد التركي صحيح؟ إيه صحيح. ومحمد التركي مشهور بطريقة معينة، طريقة مغايرة. إيه مرة قديمة نذكر أنك أنت تبارك الله عليك قلدته بالطريقة اللي دير فيها زمان في قصر الملك أعتقد كان هو.
هو لما أرجو 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 أنك أنت تتحفنا وتتحف السادة والسيدات المشاهدين والله ما اعتقدش نقدر مازال نحاول. لا تقدر تقدر. لا هو زمان احنا صغيرين يعني فهمت في فترة الستينيات بعد ما نكملوا صلاة التراويح نمشي طول لقصر الخلد. نعم. فطبعا وكانوا طبعا كبار القراء اللي هو الشيخ محمد صديق المنشاوي ثم الشيخ محمود خالي الحصري ثم محمود عبد الحكم، لكن قبلهم هم قبلهم كانوا يقروا قراء ليبيين. نعم. كان يقرا الشيخ محمد بوسنينه والشيخ احمد القري والشيخ يوسف نصير والشيخ لامين لامين قنيوة. كانوا واحمد القريو حتى هو. كيف كان محمد التركي يقدم؟ طبعا ما هو في قراءات طبعا منقوله على الهواء زي ما احنا تو على الهواء مباشره. نعم. كان في منقوله غير كانت ما كانش في دعم مرئي. يعني بنسمع من حضرتك محمد التركي. والله يلا والله هيك يعني كنت طبعا نحب يعني المذيعين وخاصه كان عنده هو عنده طريقه متميزه. إيه طبعا. نعم. وهذه وحتى هذا يحتاج لفته هذه تو يعني انبثقت. نعم. على الحديث هدايا يعني انا اتمنى تكون في حلقات على المذيعين بتاعنا. المذيعين بتاعنا من حضرتك انت توثق لهم. نعم. يعني لو كان عندنا قامه من زي مثلا نقول ناصر عبد السميع ولا ارجع بينا شويه هو الفني بعد ما كانت في نشره الاخبار بعد. نعم. نشره الاخبار مباشره تبدا تلاوه الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله عليه حبيبي. فطبعا تقريبا كان الفني واحد يقول له محمد عبده. فهمت؟ فهو اللي ظل مربوط بالاذاعه. نعم. ويعطي الاذن بالاشاره للشيخ مع محمد التركي. ايه؟ يعني كانك على الهواء ويبدا. فهو كان يقول ايها الساده والسيدات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته من قصر الخلد العامر بمدينه طرابلس نحييكم ونلتقي بكم في هذا الحفل الايماني لننقل لكم وعلى الهواء مباشرة تلاوة مباركة لفضيلة الشيخ القاري محمد الصديق المنشاوي. يا الله يعني والله فعلا العظيم فعلا فعلا والله هني لك فعلا والله هو الأفاضل بصراحة عددهم كثير جدا. من المخجل أن احنا فرضا ما نتناولهمش، لكن خدينا اثنين منهم كانوا نموذج. الأول كان الشيخ زي ما شفنا وسمعنا الأذان وسمعنا تلاوة الشيخ يوسف نصير أطال الله في عمره وشفاه. الآن النموذج الثاني اللي هو الشيخ أحمد القريو. الشيخ أحمد القريو مهما تحدثت أنت حضرتك ولا غيره لا يكفي، ما شاء الله مآثرة كثيرة جدا. نعم تفضل. أنا أعطيك هو حكى لي هدايا الشيخ أحمد، قال لي أنا لما رفعتني حناي للكتاب للشيخ مختار حورية فأعجب به بصوته، وبعدين حكى لي قال لي المناضل الكبير الشيخ بشير السعداوي. نعم. كان عند علاقة طيبة بالشيخ مختار حورية، فقال لي لما يعقد في مؤتمرات يطلب في منه في مقرئين اثنين. نعم. في الشيخ أحمد القريو هو اللي يفتتح المؤتمر ورحمة الله عليه أنور الحراتي هو اللي يقرأ في الختام. بعدين لما استمع لصوته قال للشيخ مختار حورية اهتم به على الشيخ أحمد القريو. نعم. لأنني بنبعته للأزهر يقرأ على حسابي. يا الله يا الله هذه حكاها للشيخ أحمد القريو. شو رأيك دعوة ليك وللمشاهدين والمشاهدات أن احنا نسمع إلى الشيخ أحمد القريو في تلاوة، وهو بالمناسبة هي يعني وليكن مثلا تسجيل أو ختمة كاملة. نعم. وهو من القراء اللي سجل ختمة كاملة. نعم. نعم. سجل ختمة. نعم. كاملة وقعد فيها تقريبا 3 أشهر. صحيح. 3 أشهر وكان. نعم. يرقب فيها الشيخ. نعم. مصطفى قشقش رحمة. نعم. الله عليه والشيخ لامين قنيوة. نعم. يعني. نعم. هو نستمع أولا. نستمع. بسم الله الرحمن الرحيم. يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون.
ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. يعني نسمع منك. نرجع لك حديثي الاول. نعم. نرجع لحديثي الاول. نعم. ليش الختمات هذه؟ نعم. ما نستمعش له. نعم صحيح. ليش ما نستمعش له؟ نعم صحيح. هؤلاء هم الذين ارسوا القواعد. نعم. والاسس اللي نحن نجنوا في ثمارها من خلال ابنائنا يحصدوا في التراتيب الاولى في العالم الاسلامي. صحيح صحيح. هؤلاء هم الذين وضعوا اللبنه الاولى الصحيحه. وراه هؤلاء كانوا يؤموا بالناس في صلاة التراويح في أفريقيا وفي أوروبا وفي أمريكا. نعم. من ضمنهم الشيخ. من ضمنهم الشيخ. نعم. هنا سافر لكندا وسافر. نعم. لفرنسا وسافر. نعم. لألمانيا. صحيح. وسافر لنيجيريا. صحيح. كانوا يؤموا في الناس. هؤلاء هم اللي تلمدوا عليه فحول. نعم صحيح. صراحة القراء. نعم. في بلادي. نعم. اللي هو أذكر منهم اللي ما عصرتهمش طبعا أمثال الشيخ مختار حوري أو الشيخ علي الزرقاني. نعم. والشيخ احمد الطويبي هذا الرعي الاول. نعم. يعني. نعم. ما خدوش حقهم من التعريف. نعم. وخلي يعني كان لا يسع المجال. نعم. كان بنعدد ذاك. لكن هؤلاء الجيل اللي هم اللي تخرج على يديهم هؤلاء زي الشيخ محمد بوسنين ولمين تومي وقني والقري ويوسف نصير واحمد عبد العزيز كل هذول راهو خذوا حتى التراتيب الاولى راهو في المسابقات. نعم. نعم نعم. انت تعرف ليبيا هي اول من اسست المسابقات القرانيه في العموم ولا في قبل ولا المراه؟ لا لا مش انا كنت فاكر المسابقه العالميه 1981 يعني تقريبا. انا كنت اعتقد ان لك بس صلحت لي وبارك الله فيك. كنت اعتقد ان مثلا اول من اقام مسابقه حفظ بعدها فيما بعد. نعم. وندار تفكر فيها في الكشاف وكانوا. نعم. بشير مالك رحمه. نعم. الله عليه والشيخ مصطفى قشقش. نعم. والشيخ لمين قنيوه. نعم. والشيخ. نعم. محمد. نعم. كريدان. نعم. هو كريدانو. نعم. يعني اشياء. نعم. يعني انت تو عدد كل هذه راهو كلهم سجلوا ختمات متكامله. نعم. انت احنا كان لنا سبق في تسجيل ختمه قالون هديه قالون. نعم قالون عن نافع. هذه للشيخ محمد سنين. نعم. وختمه ورش. نعم. للشيخ ابو بكر صالح. ابو بكر صالح. نعم. الشيخ ابو بكر صالح اول. نعم. من سجل ختمه ورش. نعم. عن نافع عطيه. كليبيين ولا كمغرب عربي؟ ليبيين في الليبيين. نعم لكن كمغرب عربي فيش كنت سابقه طبعا. في المغرب في سجلوا. نعم. لان. نعم. هم المغرب اكثريه. نعم. يعني هو سبحان الله الحديث عن هؤلاء الافاضل السيره عطره زكيه زاكيه قصي كثير. احنا الان ما زلنا مع نموذج اللي هو الشيخ احمد القريو. قديش سعدت جدا بزيارته في البيت ومع حضرتك. وسبحان الله الرجل هذا تبارك الله عليه بسيط جدا بسيط وفيه تذكر لما طلعنا من الحوش قلت لك يا شيخ راهو في حاجه في الرجل هذا. قلت لي انت قلت لي هذا من ناس النور ناس البركه ناس كذا. صحيح. فعلا خلينا ندير دعوه للساده المشاهدين والساده ان احنا نشوفوا لقاء بسيط خديناه مع الشيخ طبعا مع مراعاه انه طبعا قديش عمره هو شيخنا؟ هو قريب 85 85 اطال الله في عمره ومتع بالصحه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرني في هذه الساعة المباركة أن صارت كشف لمجموعة من القراء الليبيين الذين كانوا منارة في جميع المساجد
وخاصة في مساجد معروفة أدوا فيها رسالتهم في تلاوة القرآن وتجويد القرآن في المناسبات وفي غير المناسبات. وقبل صلاة الجمعة كان فيه تلاوة في مسجد سيد حمودة، في جامع مزران، في جامع شايب العين، جامع درغوت، وكل مجموعة تانية من المساجد يأدوا فيهم رسالتهم القرآن الكريم في التجويد والأذان و مجموعة في خارج المساجد هذه التي ذكرناها حتى هي تؤدي في رسالتها بالوجه المطلوب. سوري نذكر مجموعة من الشخصيات، من الشيخ محمد المصباحي رحمه الله عليه، الشيخ لطفي النطاح، الشيخ يوسف علي نصير شفاه الله، والشيخ الأمين التومي في جامعة الباشا، وفي شايب العين في مناسبة شهر رمضان كان الشيخ المرحوم الشيخ مختار الحرية يكلف المجموعة من الطلبة في بعد صلاة العصر بتلاوة القرآن يوميا، مجموعة تفرغ فيها في جماعة جماعتين زي جامع الناقة، جامع كرجي وجامع كذا، يدون تلاوة القرآن الكريم بعد صلاة الظهر، ومجموعة بعد صلاة قبل صلاة العصر تؤدي في يسمعوها المجموعة المصلين في هذه المساجد ويؤدوا رسالتهم على قدر استطاعتهم. يعني بالنسبة لتلاوة القرآن وحفظ القرآن، الصوت الكويس لمجموعة من الشباب هذوما كان صوتهم يعني على مستوى كويس، ويؤدوا فيها لرواية قانون، وكان الشيخ يعني يراقب فيهم، وقبل ما ينتقلوا إلى المساجد كان معظمهم مرات يقروا عليه الثم اللي بيقراه هذا والجزء اللي بيقراه لازم يسمع للشيخ، بحيث لما يجي يخش المسجد ما يغلطش يعني قدام، مرات الانسان يغلط غالب ليس مغلوب. ان هؤلاء الطلبة كانوا يؤدوا رساله الاذان وقت صلاه الظهر، ومجموعه في وقت في صلاه العصر، وخاصه يوم الجمعه بالنسبه للاذان الاول، وبالنسبه للاذان الثاني لما يصل الخطيب الى المنبر يقف القارئ يؤدي الأذان الثاني ويقيم الصلاة وقت الصلاة. خليني بداية نعتذر للشيخ أن اسمه نزل خطأ ونزل اسم الشيخ يوسف نصير، فهذا شيخنا الفاضل أحمد القريو، معذرة للشيخ ومعذرة للعائلة الكريمة. بالله خلينا نسمع تعليقك على الكلام الطيب المبارك اللي قاله الشيخ. شفت يعني من كان مهتم به من الشيخ مختار حورية من البداية، لأنه مكتشف الأصوات الجميلة ومكتشف هم إتقانهم للحفظ جميل. إيه يعني صراحة يعني في سواء في أصول الرواية ولا أحكام التلاوة متقنين 100%، فكان لأنه لا يمكن أنه يقدمهم باش يقروا في المساجد الكبيرة داخل طرابلس. قال لك أنا مرة نقرأ في جامع باشا أحمد باشا، ومرات نقرأ في جامع الناقة، ومرات نقرأ في جامع سنوسية. وفعلا هو الشيخ محمد الشيخ أحمد بعدين قعد مقري في جامع القصر فترة طويلة، وبعدين قعد مقري في جامع الجهاد واللي هو جامع الملك الدريس، وقعد بعدين حتى في جامع سيدي عبد الغني، قعدت حتى في جامعة في سيدي عبد الغني من المقرئين يعني الدائمين يعني. ولهذا شوف انت اهتمام الشيخ مختار حورية للشيخ أحمد القريب، فيختار فيه من ضمن الطلبة ذاك الثورة وما أكملش حتى حفظ القرآن، مازال ما حفظ. لكن الشيخ مختار حورية اكتشف نبوغة واكتشف الموهبة هذه الصوتية اللي عنده، وكذلك الإتقان، إتقان للحفظ للأحكام لأصول الرواية. فالشيخ كان مهتم به ورحمة الله عليه الشيخ مختار حورية، وبارك الله في الشيخ أحمد وعلى سعة صدره. ودائما الحقيقة قال ما يبخل شراه عليه من يزوره بأي معلومة، وعند إرشيف لباس بيرة، عند إرشيف يعني لمن أراد أن يوثق من الشيخ أحمد القريو عند إرشيف لباس به يعني، ويكون سعيد جدا هو
ترحاب وابتسامة وبركة الرجل بركة. على ذكر الشيخ مختار حرية بإذن الله حيكون مشروع حلقة إن شاء الله، وكذلك عن مشايخ وأئمة ومودنين من خارج طرابلس. شو رأيك نستمع لشهادة واحد من الإعلاميين اللي ليه باع طويل في العمل الإذاعي، خصوصا عمل الإذاعي إذاعة القرآن الكريم وغيره، وعنده ما يقول في هذا الشأن، الأستاذ الإعلامي أحمد بن عمران. أحمد بن عمران أستاذنا الفاضل. هذا رجل جميل ورجل ذكريات حتى وراءه جميلة. وعاصر فعلا، يعني عاصر الإذاعة، ومن المذيعين اللي يملك صوت رخيم. وراهو اشتغل حتى في أمريكا. بعتوه في أمريكا غادي قعد فترة طويلة يعني، فهمت؟ وبعدين استفاد من وجوده حتى كمذيع في إذاعة القرآن الكريم، كان لصيق هلبة يعني بالسادة المشايخ القراء، وشيء جميل جدا. ماذا أنت يعني نستمع معا نستمع معنا. والله نستمع لي. أنا سعيد جدا بلقائكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامج أفاضل وفضليات الذي يعده ويقدمه الأستاذ أحمد الترهوني. أنا أحمد المهدي بن عمران، من مواليد شارع بن عاشور، زنقة لهوانة، حيث يوجد الجامع المعروف منذ أكثر من 80 أو 85 عاما، وهو جامع المرحوم الحاج إبراهيم باقي، حيث ولدت في هذه المنطقة ودرست وحفظت القرآن، وشرفني الله بهذا الشرف العظيم على يد والدي الشيخ المهدي محمد بن عمران، الذي كان إماما ومحفظا للقرآن الكريم وخطيبا للجمعة في هذا المسجد لمدة أكثر من 25 عاما. فكان هذا المسجد يأتي إليه الطلاب من كل مكان، لأنه يعتبر كأن مسجد واحد يعني في المنطقة هذيك، فكان يستقطب في كثير من أبناء هذه المنطقة، من شارع بن عاشور ومن رأس حسن، من باب بن غشير، من جوز عزوز، من هذه المناطق كانوا الأبناء يأتون إلى جامع باقي ليحفظوا القرآن الكريم على يد الشيخ المهدي. من بين هؤلاء مصطفى محمد بن سعدان، والهاشمي نشنوش، وأبو عجيلة بن عتيقة، والأستاذ المرحوم عبد المجيد محمد التايب، والدكتور فاتح محمد زقلام، ومحمد بشير الرابطي، ويوسف التلب، والفتوري عياد، وكثير كثير من الذين أتموا حفظ القرآن على يد هذا الشيخ في جامع باقي. فجامع باقي كأحد المساجد الموجودة والمنتشرة في مدينة طرابلس، وهي كثيرة. أذكر من بينها جامع يسمى الخلوة، أو ما يسمى الآن بجامع العزابي، ويقال له أيضا جامع الساعة، فهذا حتى هو كان قريبا من جامع باقي، ولكنه لم يكن به يعني كتاب يقرأ القرآن، أو ما كانش لخطبة الجمعة. فجامع باقي كان يجمعهم في الأوقات وفي خطبة الجمعة وفي الكتاب. فمن ضمن الجوامع أيضا جامع مورة، هو يعتبر قريب من جامع باقي. جامع مورة كانت به خطبة الجمعة، وكان به كتاب، وكان يدرس القرآن بجامع مورة على ما أذكر الشيخ يقال له صبري بن غربية، وأيضا بعده الشيخ سالم المسلاتي. فأنا الحقيقة هذا كل ما أستذكره بخصوص هؤلاء القراء الذين انتقلوا إلى رحمة الله، فنترحم على أرواحهم الطاهرة، وإن شاء الله ربنا يتقبل منهم ويكون ذلك في ميزان حسناتهم،
ونتمنى الشفاء العاجل منهم للأستاذ الفاضل والقارئ الشهير يوسف أنصير. وفي الختام أنا أحييكم مشاهدينا الكرام وأشكر الأستاذ عبد السلام بن سعيد الذي وأحمد الترهوني اللذين استضافاني في هذه الحلقة، فتحياتي لكم وأتمنى لكم مزيدا من التوفيق والنجاح، وشكرا لكم. شيخنا لاحظت ما شاء الله على وعلى الشهادة الطيبة، لاحظت أنه مثلا يتمتع بالصوت الجميل وتمتع بحسن الإلقاء. أستاذ أحمد، أستاذ أحمد من الرعي الأول يتخرجوا من كلية البيضاء، نعم، لغة عربية، وبعدين اشتغل في الحقل الإعلامي كثير وفي الإذاعات، كان قاري جيد للنشرات وكان مقدم برنامج جميل. وبعدين قلت لك طبعا هو من حفظة كتاب الله، حفظ الكتاب القرآن الكريم على والده الشيخ المهدي. وبعدين زاد يعني إثراء حياته هذه العلمية والتعليمية بالقرآن الكريم، كان يعني شن تقول خلية نحل من القراء كلهم موجودين غنيك، كلهم قراء متاع ليبيا كانوا موجودين يعني في إذاعة القرآن الكريم. والله صدقة الدراسات اللي بتقول اللي حافظ القرآن الكريم خصوصا الخاتمين ناجحين في حياتهم المهنية والعملية وكل على كلها. والله هذا يعني طبقا لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلم. نعم. شيخنا احنا اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى قدمنا يعني أو سلطنا بعض الضوء أو كما يقال كسر الضوء على الأفاضل وليكن في منطقة طرابلس، نظرا لأن حضرتك من طرابلس، لكن هذا لا يعني أن ليبيا بكاملها تزخر بكثير من الأفاضل. يا سلام. لو حضرتك هيك تحكي لنا ولو في عجالة عن طبعا في عن زوايا. لا شيخ أحمد، لا هو احنا غرا وتحدثنا من باب ان احنا بعض الأعلام كانوا زي الشيخ لمين قنيوة ولا الشيخ مصطفى قشقش ولا كذا من طرابلس، لكن في أعلام وفيها زوايا خرجت المئات بل الآلاف من القراء. يعني زاوية الدوكالي وزاوية المحجوب وزاوية الشيخ عبد السلام الأصمر، وفي درنا وفي بنغازي كيف يعني في كتاتيب وفي زوايا وفي الجنوب أيضا. كثيرين يعني ما شاء الله يعني. لكن نحن طبعا هو راه الحديث لأن لي تفريعات كثيرة في الأذان وفي القراءة والإقراء وأيضا في المساجد يعني وفي الزوايا، وبعدين مازال عندنا اخر ثاني في المديح. متصلة ببعضها شيخنا، لحتى متصلة ببعضها يعني تقدر تقول احنا في بستان في روض نقطف زهرة زهرة من كل حق الجميل يعني. والله جميل. لكن الحق وانا قلت لك انا قاصر عن اتحدث على هؤلاء السادة. لكن شرفني ربي بمرافقة ومجالسة ومعاشرة الكثير منهم يعني. حقيقة تقال كانوا أصدقاء يعني كنا لينا صولات وجولات في مجالس الذكر وفي المساجد يعني. وكان لأنهم أنوارهم مشرقة بنور الله، ناس مباركة. شيخنا أخدم بهذه الحقيقة اللي قلتها، وحقيقة أن استحالة ساعة تلفزيونية تكون كفاية أو كما يقال مثلا تعطي حق هؤلاء الأفاضل. فبالتالي أنا أدعوك على الهواء حفرة أدعوك أنك أنت تشرفنا في الحلقة القادمة، ممكن نستكمل هذا الحديث، وإلا ممكن جدا نعرج على شيء مغاير لكن في نفس السياق. يعني ما حدش ينكر دور هؤلاء الأفاضل إن بعضهم متعدد العطاء، يعني مقري مؤذن، وكذلك في منهم اللي في مجال الذكر والمدح والمدح زي الشيخ قني ومتن وكثير منهم. ما ذكرناش احنا أسماء في الأشياء دي، كانوا محفظة وقراء وذاكرين ومادحين ومؤذنين. لا ذكرناش. هل تقبل دعوتي ان احنا نستكمل هذا الحديث؟ والله من اجل هؤلاء الافاضل وهؤلاء الساده، وربي ليجازيهم عنا خير الجزاء. والله شنفوا اذاننا بتلاواتهم العطره وباذانهم الجميل. يعني الحق يقال هادونا مهما نقولوا فيهم يعني شيء بسيط جدا، ما قدمنا لهم شيء، نقول لك الحق.
ولكن لا نملك إلا أن نستنطر شآبيب الرحمة والغفران على أرواح المطهرة. يعني هو شيخنا اللي حباه الله سبحانه وتعالى وسجل ختمة متن ولا حتى بعض التسجيلات يعني هيك بالمعنى الصحيح أنه ممكن أسميهم بقت لكن لم يموت لم يموت غادرنا جسدا بس بقت يبقى على هذا الأساس الوقت زي ما معروف الجملة المحباش للمضيفة للضيف اللي ذهبنا الوقت تبارك الله عليك فعلا فعلا استفدنا من حضرتك وتعلمنا ونورتنا وحصلنا فرصة نترحم على الميتين من هؤلاء الأفاضل وندعو الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمر الأحياء يا رب فلنا لقاء إن شاء الله حضرتك وافقت على الدعوة إن شاء الله يبقى الأحبة الكرام الوقت انتهى بإذن الله تعالى يجمع الله سبحانه وتعالى الأحد القادم لاستكمال هذا الموضوع إن شاء الله إلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ بارك الله فيكم